وبالقرب من مسجد الشيخ زايد أقيمت العديد من الفعاليات لتختتم باحتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بساعة الأرض والتي حملت شعار تواصل مع الأرض. مبادرة ساعة الأرض ينظمها مركز جامع الشيخ زايد الكبير أو يستضيفها بالأحرى مركز جامع الشيخ زايد الكبير من انطلاقا من رسالة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، والمتمثلة رجل البيئة، رجل البيئة فعلا. كل إسهامات الوالد المغفور له الشيخ زايد في البيئة هي أحد دعائم رسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير، لذلك تأتي الاستضافة هذه السنة بمشاركة جهات عديدة ورئيسية تعنى بالبيئة وبالطاقة في إمارة أبوظبي، والهدف الرئيسي أيضا إشراك زوار جامع الشيخ زايد الكبير. طبعا تأتي ساعة الأرض في هذا اليوم حيث سيتم إطفاء الأنوار، أنوار الجامع وهو طبعا معلم رئيسي في إمارة أبوظبي، كدلالة على أهمية هذا الحدث، وسيكون بإذن الله الساعة 8:30 مساء. تحتفل هيئة البيئة أبوظبي بطريقتها الخاصة بالتعاون مع مسجد الشيخ زايد بمناسبة ساعة الأرض، وذلك بداية بديناها بمشي في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، وذلك من الساعة 4 للساعة 5 عصرا، ومن بعد ذلك جينا لمسجد الشيخ زايد واحتفلنا بطريقتنا الخاصة أيضا من خلال مجلس يجمع موظفي الهيئة وطرح بعض المواضيع البيئية ومناقشتها بخصوص ساعة الأرض. مشاركة البلدية في هذه المبادرة العالمية تأتي انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وإرساء معايير الاستدامة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على سلامة وصحة المجتمع، والمساهمة كذلك بحمايته من أي تبعات قد تنتج عن الإسراف في استخدامات الطاقة.